14% فقط نسبة المياه الصالحة في بريطانيا، هذا ما أعلنته حملة اعتصموا من أجل مياه نظيفة. وبتنظيم من منظمة ريفر أكشن الخيرية، يعتصم الآلاف في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على تلوث الأنهار والبحيرات. الميزانية المالية مقلقة للغاية، وزير البيئة المسؤول عن حماية البيئة يعرف أن هناك تقليصا لميزانية وزارته. يأتي هذا في وقت تعيدنا فيه الحكومة بأنها ستحل هذه الفضيحة الرهيبة فيما يتعلق بتلوث المياه في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، لقد اكتشفنا الأسبوع الماضي أن 5 مبان جديدة تصرف مباشرة مياه الصرف إلى نهر منطقة برينت. هذه بنيت قبل 20 عاما ولم تكن خاضعة لأي قوانين. هناك أيضا مياه الصرف القادمة مباشرة من المراحيض والتي تذهب إلى مياه النهر في هذه البلاد. لأنني أعيش بجانب النهر، ومن المهم ألا نملأ هذه الأنهار بالقمامة. نطالب الحكومة أن تتوقف عن ذلك وأن تجعل هذه المياه بيد الملكية العامة. المنظمة التي تصف نفسها أنها في مهمة لإنقاذ أنهار بريطانيا تجمع أكثر من 100 منظمة صديقة للبيئة في حملة تهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي والتلوث الزراعي، وتدعو الحكومة إلى معالجة الأزمة وعواقبها. خصصت وزيرة المالية البريطانية ريتشارد ريفز نحو 6 مليار جنيه في ميزانيتها قبل أيام لمواجهة أزمة المياه الملوثة، إلا أن رئيس منظمة ريفر أكشن اعتبر الميزانية لم تحقق وعودها الانتخابية، واصفا إهمال مياه الصرف بخطوة كارثية. براء العزاوي، المشهد، لندن.